اهلا بيكم، معاكم مبرمج احمد محمدي وحلقه جديده من سلسلتنا الرائعه ويدجت اوف ذا داي. والنهارده هنتكلم عن ويدجت لذيذ جدا، ويدجت شقي جدا بنستخدمه ما فيش غنى عنه في التطبيقات كلها، وهو الفيد ان ايمج. فخليكم معانا. مبدئيا كده الفيد ان ايمج مفيش غنى عنه في اي تطبيق بنشتغل عليه خالص، لان هو من الحاجات الضرورية جدا في بناء التطبيقات الاحترافية. وده والسبب في كده ان انت ساعات بتبقى عاوز تلود ايمج او تفيتش ايمج من على موقع ما، والموقع دوت ممكن يبقى بطيء او الانترنت بطيء او في اي مشاكل في الكونكشن، فالصورة ممكن ما تجيش بسرعة، تيجي ببطء. فبدل ما تكون المكان بتاعها فاضي، لا انا عاوز اظهرها لك بشكل انيميشن، اظهرها لك كده بشكل الفيد كأنها بتظهر من العدم، بحيث انت ما تتفاجئش بظهورها مرة واحدة كده بشكل ايه صادم. اوكي، فتعالوا معانا نشوف الكود بتاع الفيد ان ايمج. هو كود بسيط جدا، فيد ان ايمج دوت ميموري نتورك، ماشي. وبعد كده نستخدم بليس هولدر. البليس هولدر ده ممكن يكون جي اي اف بتعمل لودنج بالشكل اللي انت عايزه، ماشي، زي الصوره اللي معروضه ديت. شايفين اللودنج عمل ازاي؟ هيعيد تاني من الاول اهو. بص، لودنج، صوره لودنج وتحطها، دي شكل من الفيد ان ايمج، او انك تحط اي بليس هولدر تاني زي ما انت عايز، ممكن من الاسيتس، او تستخدم الكي ترانسبيرنت ايمج، ودي حاجه كده بتبقى فيرتشوال، يعني مجرد بس ان تظهر لك الصوره وتعمل لك لودنج بسيط ليها. تعالوا بقى نضيف، طبعا هو مش هيشتغل على طول، عشان يشتغل معانا الفيد ان ايمج وخصوصا ان هو ترانسبيرنت ايمج دوت دارت، هنحتاج ان احنا نضيف الديبندنسز. التالي هنيجي هنا في البوب سبيس دوت يامل، ونروح في الديبندنسز ونضيف الديبندنسز دوت، ممكن هنا كده اهو الترانسبيرنت ايمج، وبعد كده جيت، تمام، بروسس فينش وز اكزيت كي كود زيرو. نرجع للاب تاني لمين، هتلاقي هتلاقي العلامه بتاعه الايرور خلاص اختفت من هنا، ومن المتغير اللي هو الكي ترانسبيرنت ايمج بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في الفيد ان ايمج. تعالوا نرن كده ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام، اهو حصل رن اهو زي ما انتم شايفين، وهتبدا تظهر الفيد ان ايمج اهوت. تمام كده اهوت بالظبط كده، بتظهر كانها بتظهر من العدم للظهور مره واحده، وهي ويدجت لذيذ جدا جدا جدا. هتضيفه انت بس مكان الصور الايمج العاديه، وهتستخدمه وبيشتغل كنتورك، وهو اساسا مصمم على انه يشتغل مع الشبكه ومع الانترنت بدون اي مشاكل. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، يا ريت لو عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس هتدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. الى اللقاء في ويدجت اخر من ويدجت اوف ذا داي، دمتم في رعاية الله وحفظه.